واحنا لما نضيع حقنا يملي يبقى كرامتنا فين بقى؟ لما حقنا يضيع يبقى كرامتنا فين؟ طب الوضع دلوقتي عامل ازاي بقى؟ بالنسبه لايه بالظبط؟ يعني بالنسبه لعرض الوزيره، والله عرض الوزيره الناس احترمته وقدرته وقبضت الشهر، بس الناس متخوفه من قفل الشركه ان احنا نخرج من هنا والشركه تقفل مننا. في الحاله دي بقى ممكن الناس تنصرنا والناس تسيبنا وما يبقاش حقنا في ايدينا ونطلع ندور عليه برضه. واحنا طلبنا كان محدد القبض اهي، والله وروا له ورقه القبض اهي اهي. ده اشرحي لنا حاجه، ايه الورقه دي؟ الورقه دي ورقه القبض بتاعتنا، مخصوم منها بيتخصم فيها التامين بتاعنا، وفيها المرتب الاساسي وفيها احتفاظ العمل وفيها دعم المواصلات. المرتب الاساسي 105 جنيه في الشهر، 105 اللي حافظ الانتظام 30 جنيه، دي لو غبت زياده عن يومين اثنين بالشهر في الشهر. اللي دعم المواصلات 8 جنيه، انا بصرف جنيه كل يوم في المواصلات، انا اقل واحده لان انا من المنصوره من المدينه، لكن الالياف بتصرفها 2 جنيه او 3 جنيه في اليوم. لو برضك ممكن دعم المواصلات ده يشال لو انت غبت مثلا خدت شهر مرضي ولا حاجات من دي، ده بيبقى المرتب الصافي. غير التاخير برضك نص ساعه في لو غبت نص ساعه في الـ في الـ في الاسبوع بتخصم بنص يوم. طب مطالبكم ايه طيب يا حاج؟ مطالبنا زياده اجورنا وتاخراتنا المتجمده، علاواتنا العلاوه الاجتماعيه وعلاوه عيد الاموال، وان الشركه دي جايه شغل وتشتغل وما تتقفلش. ما تتقفلش، احنا مش عاوزينها تقفل. انتوا متوقعين انها تتقفل؟ متوقعين. يعني الخطوات دي كلها لتصفيه الشركه، يعني انتوا متوقعين الشركه بقى لها سنتين اتنين لتصفيه الشركه، احنا مش عاوزينها تقفل لانها هتقفل معاها بيوتنا. طيب لو طلع ان وعود الوزيره ما اتحققتش انتم ما اتحققتش من شهر واحد لانها كانت وعدنا من يوم الثاني، احنا معتصمين. احنا بقى لنا سنه احنا ناشد رئيس الجمهوريه، احنا ناشد رئيس الجمهوريه ان يوضع لنا حد للمهزله دي. احنا نعتبر عددنا 90% حريم، ازاي ان انتم ما تنظرولناش؟